القفز من على القارب باتجاه الماء باتجاه أعماق. قمنا بدورة تدريبية لمدة 15 يوم. هذه الدورة كانت من عناصر الدفاع المدني السوري التي مراكزهم قريبة على المسطحات المائية. تم اختيار العناصر بناء على الفحص الطبي، وبعد الفحص الطبي فحص سباحة، بعد المراحلتين الزجن في دورة تدريبية، دورة غطس مائي وإنقاذ. أهمية هذه الدورة كانت بناء على احتياجات الناس المدنيين في حالات الغرقة التي تتم في المسطحات المائية، وأخواننا النازحين الذين يزورون المسطحات المائية هم جاهلون في هذه الأماكن العميقة والأماكن العكرة فتزداد حالات الغرق. حتى نلبي هذه احتياجات الناس، نحن كعناصر الدفاع المدني السوري قمنا في هذه الدورة لمدة 15 يوم، غطينا فيها جميع المسطحات المائية في الشمال السوري ابتداء من بحيرة ميدانكي مرورا في سواقي الجر ونهاية بنهر جرابلس. أنا المتدرب أحمد إبراهيم، متدرب في دورة الإنقاذ المائي في الدفاع المدني، حيث تدربنا على الإنقاذ المائي في المسطحات المائية في الشمال السوري، منها نهر الفرات وبحيرة ميدانكي والنهر الأسود. وكان عدد المتدربين 13 متدرب، تدربنا فيها على الإنقاذ المائي والغطس المائي تحت الماء لانتشال جثث الغرقى المدنيين أثناء غرقهم في أحد هذه المسطحات المائية في الشمال السوري. Thank you.